ورجعنا لحضراتكم من الفاصل. حطينا كحك بالكاستر في الفرن ودلوقتي معانا فراخ بطريقه سهله وبسيطه زي ما حضراتكم متعودين. عندنا فرخه واحده وسط صغيره، معايا 3 معالق صلصه بوريه، عندي حبهان ورق راوله، وعندي 3 فصوص ثوم، 3 حبات طماطم، حبيتين بصل، وزبده، وعلى بركه الله نشوف هنعمل ايه. نبدا اول حاجه قطع البصل دوت الطريقه دي، طريقتها سهلة زي ما معودين حضراتكم، حاجة جميلة في الصيام. في نفس الوقت ممكن نعمل جنبها رز، زي عايزين نعمل مكرونة، أي حاجة، ما عندناش أي مشكلة. ثوم عايزه يبقى باين مش بفرمه كده اهو. تمام، نبدا نسخن الزيت. جهز ده كده واسيبه يقلب. شيل الطماطم. طريقتها مش هتاخد وقت كتير، ومش لازم زي ما قلنا لحضراتكم نعمل الاكل او الفطار مثلا من اول اليوم، لا، يعني مش هتاخد وقت، حوالي نص ساعة ما بين تجهيز وما بين تسوية على النار بالطريقة ديت. الطماطم حطها هنا الطريقة دي. نشيل دي خالص،
ادي الفرخه بتاعتنا جيبها بالطريقه دي. ناخدها من هنا وبقطعها قطع كده اهو على اتنين، بخليها هنا برضو نفس القصة على اتنين بالطريقة دي. كده بخليهم هنا، ببدأ كده انا خلصت. شوف حاجتي الثوم فلفل اسمر سنه كمون سنه شطه بودر، طبعا الحاجات دي حسب رغبات حضراتكم. وادي الملح عشان عايز انزل ميه البصل معاه كده. كل ده مع بعض بيتقلب بالطريقه دي. شايفين؟ اه. انزل بالفراخ. تاخد تقليبة مع البصلة. طريقتها سهلة وجميلة برضو، ممكن في نفس الوقت وهي بتتحمر كده هنبص على الكحك بتاعنا نشوفه أخباره إيه. لسه قدامه شوية زي ما قلت لحضراتكم على 200 لمدة ربع ساعة. بس نحط عليه سكر بقى براحتنا حسب رغبات حضراتكم. طبعا في ناس ممكن تعمل الأكل من أول اليوم، من الساعة 11 الصبح مثلا نبدأ نعمل الأكل كله، يبقى خالص يفضل قاعد طول النهار لحد ميعاد الفطار. نيجي بقى نسخن الأكل عشان خاطر نغرف، عشان خاطر الناس تفطر، نلاقي تيست الأكل نفسه اختلف، اللي هو الطعم يعني. ليه؟ لأن الحاجة لما بتقعد في مدة وبعدين أجي أسخنها تاني ممكن مثلا مع التسخين الكتير الملح يزيد. ليه؟ لأن بتتبخر مثلا، عامل خضار، عامل بسلة، عامل مثلا فاصوليا، أي نوع من الخضار، لما باجي أسخنه كتير هو استوى خلاص، باجي اسخنه ممكن اسرح مثلا يغلي، يوصل لمرحله الغليان، يتبخر منه ميه، الملح يزيد، يبقى الاكل طعمه اختلف. ادي الطماطم بتاعتنا زي ما هي. انا مزود الطماطم عشان خاطر عايز الصوص بتاعها يبقى تقيل، يبقى الطعم
بتاعها يبقى جميل، وفي نفس الوقت الصوص بتاعها او الصلصه بتاعتها تبقى تقيله. الصلصه بتاعتنا كده. بجيب الزبدة بنزل بيها نصها كده ديت، هتدي طعم جميل. بخليها كده كلها مع بعض، هي مع الغليان الصلصة هتنزل مع الطماطم مع كل حاجة مع بعض تبقى زي الفل. شايفين بعمل دي كده، ادي ورق فراولة وحبة هنا معاها. سيب ده كل ده خالص مع نفسه كده. هتاخد الغلوة بتاعتها تستوي ويكون الكحك خلاص. ايه رأي حضراتكم؟ ارجع لما الكحك يكون خلاص والفراخ واوريها لكم عامله ازاي. ادي الفراخ بتاعتنا استوت وخلصت، وادي الكحك بالكاستر. عايزين نحط سكر، عايزين نسيبه ساده براحتنا. ارجو ان الوصفتين يكونوا عجبوا حضراتكم النهارده، ونتقابل على خير في حلقات جديده مع وحش التوفير. الى اللقاء.